ويا هلا، النهاردة أول فيديو من فيديوهات مربعات التونسي، وهنشتغل مع بعض المربع المتري. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض المربع ده. طبعا الحاجات دي زي ما انتوا شايفينها كده على الشاشة، دي ما تعتبرش مربعات، يعني هي فواتير وتقدري تعمليها مربع او مستطيل او ايا يكن، ان شاء الله حتى مثلث، بس هي فعليا مش هتاخد المنظر ده ان هي تكون يعني انت تشتغليها عادي وتلاقي الحاجات دي كده وعاملة الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وفي كده زي نقشة بسيطة في النص. ده مش هتلاقيه في الكروشيه التونسي لما تيجي تشتغليه بالاسلوب اللي هو رايح جاي كده بشكل عادي. طيب ده بيتعمل ازاي؟ ايه التفاصيل بتاعته؟ يلا بينا نعرف اكتر. انا هستخدم الخيط ده اللي هو اليزا كوتون جولد. الخيط دوت 330 متر، درجة لونه 645، وعملنا بيه الكارديجان بتاعنا. هستخدم برضو ابرة رقم 4، وده كله مش مهم يعني لو انتي هتجربي في اول مرة. ممكن تشتغلي المربع ده بالغرزة العدلة، ممكن تشتغليه بالغرزة البسيطة. النهاردة ان شاء الله هنشتغله مع بعض بالغرزة البسيطة، الفيديو الجاي ان شاء الله نشتغله بالغرزة العدلة. هعمل عدد من السلاسل، العدد ده 18 سلسلة، 2 3 4 5 6. هدخل كده في ظهر السلسلة واسحب، هاخد كل ال 18 سلسلة معايا على الإبرة. آخر حاجة اهي. طيب انا ليه خدتها من ظهر السلسلة وما اشتغلتش بالاسلوب العادي؟ لان انا عايزة المربع بتاعي يكون يعني زي ما انتوا شايفين كده، وده مش هيتحدد ويكون المنظر كده زي ما انتوا شايفينه كده الا لو كان انتي واخدة من ظهر السلسلة. تمام، طبعا دول 18 واحدة. وكده احنا خلصنا الصف بتاعنا. هجيب بقى دبوس علامات ونعد مع بعض كده، ادي 3 6 9. تمام، وادي 3 6 9. هاجي ما بينهم كده واروح حاطه دبوس العلامات لحد كده، سهلة اهو. فعليا بقى المربع بتاعنا عبارة عن مزيج ما بين غرزتين، هي غرزة الصدفة اللي هي الجزء اللي انتوا شايفينه منقوش ده، والغرزة البسيطة او الغرزة العدلة زي ما انت حابة تستخدمي. دي ليها تأثير في الشكل ودي ليها تأثير تاني تماما في الشكل، وكأن دي حاجة ودي حاجة. تمام، بس هي الفكرة كلها ان انت بتشتغلي برضو رايح جاي رايح جاي زي الكروشيه التونسي العادي اللي احنا بنستخدمه وبنستعمله طول الوقت، بس بطريقة مختلفة. تعالوا نشوف ازاي. احنا هنا قسمنا الغرز، هاجي اخر الصف ارتفع سلسلة واسحب كل اتنين مع بعض. تمام، احنا كده قسمنا الغرز بتاعتنا اهي. هنا شايفين هنا قبل الدبوسة اهو في واحدة، تمام، وقبليها اهو واحدة، وبعديها هتلاقي برضو واحدة اهو. الدبوس في النص لازم يكون تاخدي الاتنين اللي هما قبليه وتاخدي واحدة كمان قبلها بواحدة. طبعا المسألة معقدة شوية، فانا هقول لكم حاجة سهلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7. تمام، عند الغرزة التامنة والتاسعة بتاخديهم مع بعض، والغرزة العشرة. تمام، وادي واحدة معاكي على الابرة، لما بتيجي تسحبي كده اسحبيهم كلهم مرة واحدة. تمام، دي كده يعتبر غرزة صدفة. ادي 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، بعد الغرزة السبعة الغرزة التامنة والتاسعة والعشرة تضميهم كلهم مع بعض في سلسلة واحدة. مش هنرتفع سلسلة عشان نقفل الغرزة زي ما احنا متعودين في غرزة الصدفة، لا، هقفل كل مرة برضو هسحب اتنين، وكأن ايه مش محتاجة ان انا اقفل القمة دي. زي ما انتوا شايفين على طول الشكل بقى عامل كده، تمام، زي ما يكون في او يعني زاوية كده ايه منفرجة. انا هشتغل طبعا بالغرزة البسيطة، فانا هاخد طرف السلسلة، تمام، اللي هو من ناحيتي ده اللي من الظهر انا مش بشتغل فيه، واسحب طبعا بخلي معايا على الابرة لان احنا بنشتغل كروشيه تونسي. طبعا كل السلاسل اللي عيني بتشوفها، بس فعليا اللي في النص لا،
ازاي يعني؟ هقول لكم دلوقتي. ادي دي كده اخر واحدة اهي، اللي في النص طبعا 3 سلاسل متجمعين، فانا هروح عند القمة دي واخد سلسلة، تمام؟ وما يختلطش علينا الامور. شايفين هما 3 سلاسل بس، الرابعة اللي هي هنا دي تبع الصف. طبعا طرف السلسلة من ناحيتي وبسحب وبخلي معايا على الإبرة آخر الصف، أنا باخد الطرفين مع بعض عشان الصف يكون شكله منظم. زي ما انتوا شايفين ادي المنظر اهو، ارتفع سلسلة واسحب كل 2 مع بعض. شايفين هنا ادي القمة اللي احنا عملناها من شوية، تمام؟ وادي سلسلة قبليها وسلسلة بعديها، واللي معايا على الإبرة كده دي كلهم كده على بعض يعملوا 4، شايفين؟ وأسحب باقي الصف كل 2 مع بعض. شايفين المنظر بدأ يضم أكتر من الصف اللي قبله، كل صف يعتبر هيضم معايا أكتر من اللي قبليه. برضو الغرز بتاعتي اسحب واخلي معايا على الابرة. طبعا بصوا السلسلة كلها اهي، انا باخد الطرف بس اللي هو ناحيتي واخليه معايا على الابرة بالشكل ده. تمام، وصلت هنا للقمة اللي هما 3 دول، يبقى انا هروح عند السلسلة من فوق كده اللي هي اهي، واسحب واخلي معايا على الابر. تمام، طبعا بصوا هما 3 بس، الرابعة من هنا اهي، هسحب برضو واخلي معايا على الابر. المربع ده ممكن نعمل بيه ايه؟ المربع ده بيتعمل بيه البطانية، او ممكن تعملي بيه سجادة من بواقي الالوان اللي عندك وتنسقيها، تبقى شكلها تحفة. على فكرة هنتعلم ازاي نشبك المربعات دي في الفيديوهات الجاية. ارتفعت السلسلة وبسحب كل 2 مع بعض، تمام؟ بوقف امتى؟ لما الاقي اللي هي القمة دي فيه واحدة، تمام؟ وادي واحدة قبلها واحدة بعديها، تمام؟ باخد الأربعة كده، بعد كده بصوا هما لسه اهو مش مقفولين، واسحب كل 2 مع بعض كمالة الصف، تمام؟ برضو شوفوا انضمت عن اللي قبلها. الصف اللي من بعده الطرف اهو، واسحب. طبعا المربع ده تقدري تشتغليه بكذا حجم، احنا عاملين عدد زوجي بس، هو ده المهم ان انت تعملي اي عدد زوجي، لكن ممكن حجم المربع ده تعمليه بالحجم اللي يناسبك تماما. ادي القمه هنا بتاع التجميع اهي، هاخد منها واحده من بعدها، ادي هما 3 بس التجميعه، تمام؟ وادي الطرف واسحب واحده، اخر الصف الاتنين مع بعض وارتفاع سلسلة. تعالوا نبص كده، لو مركزين الجزء اللي في النص هنا بيبقى دايما فيه واحدة، ولو جينا عدينا دلوقتي ادي 2 4 6، تمام؟ وادي 2 4، وادي الخمسة، عشان تبقوا بس فاهمين ان في اختلافات بسيطة. واسحب كل 2 مع بعض، تمام؟ جيت وصلت هنا للقمة دي اللي هي فيها هنا واحدة، وادي 2 هم قبلها وواحدة بعديها. الاتنين اللي قبلها لان انا معايا واحدة على الابرة، لما اجي اسحب اسحب كام؟ الـ4. بعد كده اكمل الصف بتاعي عادي. شايفين المنظر؟ باخد طرف السلسلة القمة، بسحب منها واحدة اهي، تمام؟ من بعديها هم القمة 3 سلاسل بس، تمام؟ الطرف اهو، طبعا ما باخدش الا ايه واحدة بس هنا من 3 سلاسل اهي، بعد كده بسحب عادي اخر الصف وارتفع سلسلة وبسحب كل 2 مع بعض. طبعا بما ان خلاص المكعب بتاعي او المربع بتاعي بدأ يخلص، شايفين؟ طبعا انا سحبت اول واحدة وبس، وشايفين هنا اهو
ادي واحدة في النص، وطبعا انا بس باخد واحدة من قبلها واحدة من بعديها، تمام. واللي معايا على الابرة اهي بتقفل الاربعة كده، شايفين، واسحب كل اتنين مع بعض. اوكي، باخد برضو القمة هنا اهي، اخد واحدة القمة كام؟ تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة، اسيب التلاتة دول واخد الرابعة واسحب اخر صف برضو اهي، وارتفع سلسلة. وطبعا دلوقتي بصوا، من المفروض ان هي اهي واحدة في النص اهي، ودي واحدة قبلها واحدة بعديها، يبقى انا اسحب كام؟ نسحب اللي هما القمة واسحب كل اتنين مع بعض. اوكي، دلوقتي طبعا احنا كده يعتبر بنعمل تناقص على فكرة، شايفين كده، طرف القمة واحدة. اوكي، طبعا ما فيش حاجة بعد القمة الا اخر الصف دلوقتي، واسحب وارتفع سلسلة. دلوقتي هما اصلا القمة كنا بنسحب منها التلاتة، تمام، او الاربعة تحديدا، فكده خلاص انا كده هسحب واقفل الصف. زي ما انتوا شايفين المنظر مختلف، بس شكله شيك قوي ومميز كده، وتحسوا ان هو يعني يصلح لحاجات كتيرة. وعلى فكرة ينفع ان انتي تكبري الحجم عن 18 سلسلة، هي الفكرة كلها ان انتي تعملي اعداد زوجية. وطبعا الاعداد الزوجية بتقسميهم جزء يمين وجزء شمال، وبتحطي العلامة بتاعتك في النص، وبتعملي مربع بأي حجم انت عايزاه. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشتغل المربع ده بس بالغرزة العدلة، وزي ما انتوا شايفين دي 18 سلسلة ودي 18 سلسلة. الفرق مش في الحجم بس، الفرق في حجم الخيط هو اللي خلى عدد 18 سلسلة هنا يطلع المربع ميني، وعدد 18 سلسلة هنا يطلع المربع حجمه متوسط. ليكم حرية الاختيار، ده خيط اقطان وده خيط صوف، اللي تحبوه استخدموه. عندك بواقي خيوط، استنيني الفيديو اللي بعد الجاي هنبتدي نشبط المربعات دي، اقولك ازاي تستخدمي المربعات دي وتعملي منها احلى شغل. الفيديو الجاي ان شاء الله نعمل المربع ده بالغرزة العدلة. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، ان شاء الله نشتغل فيه الجزء الثاني من المربع ده. مع السلامة، باي.